إذا بسم الله ما شاء الله صاحب الثلاثة بطولات في عالم السباقات والميادين يحل ضيف شرف على أرضية ميدان قانا الجليل هنا في كفر كنا. البطولة الأولى تشاركها مع ابن الصخرة في عام 2010 في مضمار وميدان هيبيدروم غريفات. البطولة الثانية كانت هنا على أرضية ميدان قانا الجليل لمسافة 1000 متر. الثالثة كانت أيضا هنا في موسم عام 2016. إذا تصفيق حار لبطل الأبطال القناص مع المدرب الكبير والقدير أبو العدنان أكرم عواودي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، محضر ومنظر هذا الحصان، محضر ومنظر هذا البطل. بسم الله ما شاء الله، يوما لأخوض معركة أخرى ولأريهم العجب العجاب هنا على أرضي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، القناص مع أكرم عواودي أبو العدنان. القناص أبو العدنان كما قالها سابقا على الميدان يحمدان. شباب فضلنا الميدان، الله يرضى عليكم اللي بداخل أرضية الميدان. ما شاء الله تبارك الله القناص، وهذا التصفيق للقناص شباب. ما شاء الله تبارك الله،